انت لحقت تشتغلي عشان تقدمي استقالتك؟ على فكره الكلام عن الاستقاله ده منتهى الفشل، وده معنى لا يمكن اقبله لا ليا ولا ليكي. شوفي هلا، في افكار كتير لازم تتغير جواكي عشان توصلي للي انا وصلت له. صعب جدا انك انت ترضي الجميع، المهم ان هم اللي يجروا وراكي عشان يكتسبوا رضاكي. ده كان صعب عليا ان انا اقوله في الاول، لكن هو ده اللي وصلت له في النهاية. ده منتهى ديكتاتورية. الديكتاتورية احيانا الديكتاتورية بتبقى اعلى درجات الديمقراطية. مش فاهمة. لو وائل حاسس ومقتنع انه صح، يبقى عنده القدرة انه يواجه فريد عوني ويدافع عن نفسه. لو ما قدرش يدافع عن نفسه يبقى في شيء غلط، يبقى جواها نقطة ضعف. نقطة الضعف دي لازم يواجهها. انا طول عمري بكره الضعف. هلا انا عايز وائل يقف على رجليه ويقنعني انه على صح وفريد عوني غلط. عشان كده انا دايما ببقى في منتهى القسوة معاه. فهمت ليه بقى بقولك ان احيانا الديكتاتورية بتبقى اعلى درجات الديمقراطية؟ ده منطق غريب قوي. منطق غريب، والاغرب منه المنطق اللي احنا فيه ده. عمالين نتكلم 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 بالساعات وسايبين شغلنا. مش معايا كده ولا ايه؟ صعب طبعا. ما هو عشان نصمم دلوقتي معمار اسلامي ده هيكلف تكاليف فظيعه. انت مش معايا اننا محتاجين ندي علامات مميزه للبلد؟ احنا هنفضل لغايه امتى نقول عندنا الهرم والقلعه والاثار وخلاص؟ لازم تتحط اسس معماريه فيها اي نوع من التنسيق وليها طابع مميز. ليه ما يبقاش الطابع الاسلامي؟ هو ممكن، بس ده يتوقف على حسب الميزانيه. دي اول عمليه تجيلي عن قريه سياحيه وفي المقطم، فلازم تبقى قريه بتقول احنا في مصر، بتقول دي مصر. احمد حاول تساعدني لاني مخي مليان افكار. انا معاك، بس المهم اصحاب المشروع موافقين على الفكره؟ طبعا موافقين. مش بس موافقين، دول طايرين بيها طيران. خلاص اعمل لها دراسه. يا ريت، ويا ريت كمان تفكر لقدام، تفكر ازاي نشتغل واحنا بنغير، نعمل شيء جديد للناس محتاجه تحس بيه. طب وانتي متضايقه؟ مش هو اللي عرض؟ هو ظريف وذوق، انما اللي انتي بتعمليه ده اسمه استغلال وسخافه. سخافه ايه؟ مش يمكن مراته تتضايق؟ مراته؟ طب هي فين مراته دي اللي سايباه يخرج لوحده؟ تمني بره من غيرها، دي بنت. نعم. نامي بدل ما تلخبطي في الكلام. احلى فرح في الدنيا. فرح؟ لا مش ممكن. ليه؟ انت عارف ليه؟ نريمان ارجوكي ما تعقديش كل حاجه. بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي.
اتاخرت عليكي؟ ابدا يا بابا، بالعكس انت جيت بدري. تعالى. كل ده علشاني؟ طبعا علشان. وهولع الشمع؟ اكيد تسمح ولعتك شيك. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا طافي، سنة حلوة يا جميل. شوف يا فريد، أنا مش عايزك تقبل أي إعلان إلا لما تكون متأكد منه وضمنه 100%. هنا مكتب إعلانات مش مكتب نصب. مكتب اعلانات ليه احترامه. يعني لازم تبقى عندك بيانات كافيه عن الشركه اللي طالبه الاعلان. راس مالها كام؟ مين رئيس مجلس ادارتها؟ الهدف من السلعه المعلن عنها ايه؟ حاضر، بس اهميه الهدف ده ايه؟ انا بس بسال. انا بعترف اني اتعلمت من سيادتك حاجات كتير. يا سلام. اتعلمت من سيادتي حاجات كتير ولسه بتسالني عن الهدف؟ لسه هشرح لك ايه هو الهدف؟ الهدف يعني أهمية السلعة إيه بالنسبة للمستهلك. الإعلان ده بيخش كل بيت، الأطفال بيحفظوه. بيحفظوه يا فندم عشان ما فيش أغاني كفاية للأطفال. يا فريد أنا مش بهزر، أنا بتكلم جد. لازم يبقى في خطة، وخطة مدروسة مش أي كلام. فهمت يا فندم، وهنفذ فورا. بس الاعتمادات. أنا لسه ما خلصتش كلام فريد. انا عايزك تفهم اسلوب الطيب اللين معاك ده سببه ايه. اوعى تفتكره ضعف ولا مهدنه. لا، انا عارف انك انت موظف قريب في الشركه وعارف مصالحها كويس، لكن انا يمكن اسمح لك اطلاق انك عمال على بطال عمال تختلق لي مشاكل وصدامات مع الموظفين. انا عايز تنافس، تنافس شريف، مش عراك على حساب الشغل. تحت امر سيادتك يا فندم، بس كل اللي يهمني ان العمل ما يتوقفش. مش وانت قاعد على مكتبك. لازم يبقى فيه متابعه، متابعه اول باول. يا فريد خد بالك من شغلك كويس، انتبه لمسؤولياتك كويس، واعرف ان تقدير لتاريخك له حدود، اعرف ان صبري له حدود. وعايزك تعرف كمان انك مش فوق الشبهات. انا فاهم ده كويس يا فندم. الاعتمادات. بس بعد محاضرة طويلة عريضة في الدعاية والإعلان. المهم هقبض؟ أيوة هتقبض، بس تقبض وتصرف، مش تقبض وإن أسفاناكم. ده طالب مني اتصالات وأسماء وإحصائيات وشغلانة. أنا مش فاهم هو فاهم نفسه إيه. المهم لأني عالفكة الأول وبعدين نتفاهم. مش فاهم. عايز أعرف كل حاجة عن تاريخ حياته. مراد عز العرب في كلمتين طفل عنيد. طفل؟ طفل ايه يا خالي؟ ده انا بحس انه عايش حياته 4 مرات. مراد عشرة عمر يا هالة. في صفات الرجل الناجح، معذب لنفسه وللي حواليه، مغرور، اناني، لكن في نفس الوقت دغري جدا. ولما دي مميزات الرجل الناجح، امال مميزات الرجل الفاشل ايه؟ ده معيش نفسه على طول في صراعات. اولا انا عايز اسألك، انت سبتي شغلك وجيتي دلوقتي ازاي؟ ايه عطلتك؟ مش مهم. الله، ليه لازم اعطلك شويه؟ هو زعلك؟ اولا انا محدش يقدر يزعلني، بس حسيت ان في شويه حاجات كده عايز اعرفها مش موجوده في الكتب بتاعتك دي. صعب ان افهمها لك في كلمتين. يا ريت. مش ممكن يا هلا. هلا انت هتخوضي تجربتك بنفسك، الخبره بالناس مش ممكن تيجي كده ابدا. لا،
ده انت لازم تمسكيها وتدرسيها. مراد طول عمره وحيد، اتربى من غير ام، يعني اتحرم من الامومه، اتجوز في سن صغير من غير ما يعرف معنى الحب. حب الست اللي اتجوزها كانت بتديله امومه واحترام، لكن عمرها ما كانت الانثى في حياته. طبعا انت فاهماني. ازاي عشانها لما ماتت؟ مراد يبان جامد من بره، لكن من جوه مليان احاسيس. طب كان في حد في حياته لما مراته ماتت؟ وده بقى علاقته ايه بالادارة؟ لا علاقة كبيرة جدا طبعا يا خالو، اصل اي حد سعيد في شغله بيبقى سعيد في حياته عاطفية، ومراد مش سعيد في شغله. ايوه بس مش دي اسئلة زيادة شوية؟ لا 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 ابدا بالعكس، ده انا قال عشان امسك مكتب زي ده لازم اسأل قد كده 10 مرات. ده دلوقتي؟ لا بلاش دلوقتي، زي بعضه. اصل الحقيقه بقى انا جاي اعزمك على حفله عاملاها لزمايلي في المكتب بمناسبه التعيين، مش دي برضه الاصول؟ هي دي الاصول يا بنت الاصول. حفله ايه بس يا هاله؟ انت مش متصوره انت بتصرفي مصاريف قد ايه اليومين دول انت واخواتك؟ هل انا حقيقي ما بقتش قادره. مامي عشان خاطري، وانا طبعا لما هقبض. انت لما تقبضي، واخوكي لما المكتب يبتدي يشتغل. انتوا متصورين انا ايرادي كام في الشهر؟ مامي عشان خاطري الحفلة دي مهمة جدا، لازم اغير الجو الكئيب اللي موجود في الشغل ده. بعدين انا عزمت خاله. زمان كنت صغيرين ما كنتش بقدر اتكلم في موضوع الفلوس ده، لكن دلوقتي حقيقي ما بقتش قادرة. انتوا دلوقتي المفروض تساعدوني. انا مش فاهمة، لو واحدة فيكم دلوقتي قامت اتخطبت ولا اتجوزت هجهزها ازاي؟ معقول الكلام ده يا مامي؟ ايوه معقول. انا حاولت ما نزلكوش عن مستواكوا بعد باباكوا ما مات، والمنظر طبعا قدام الناس يا ما هنا يا ما هناك، لكن اللي حاصل غير كده. يا ما هنا يا ما هناك يعني ايه؟ يعني الدنيا مظاهر، وابوكي ما سابش فلوس قليله، لكن مكتب معتز خلص عليه. مامي ما تتكلميش كده زي الافلام العربي، لازم بتهيألي ان احنا هنشحت ومش هنلاقي ناكل. هلا يا حبيبتي، انت كبرتي وبقيتي مسؤوله، ده بدل ما تبتدي انت تقفي جنبي. كان لازم نيجي هنا، ما كنا قعدنا في النادي كتير قوي. ده يا غير، انا كبرت على الحاجات دي خلاص. النادي ده يا حبيبتي عشان التنس رياضة مش الحب. حاتم انا بس قلقانة، ده لو حد. انا ما احبش البنت بتاعتي تتكلم عنها. البنت بتاعتك؟ ايوه البنت بتاعتي. عارفة غدا اول حاجة لفتت نظري ليكي؟ وانت اول حاجه لفتت نظري فيك جرأتك. البنات بتوع النادي هيتجننوا عليك. حاتم انت صحيح بتحبني؟ بقولك يا غدا ما تكرريش كلمه حب كتير. الحب عندي تعود. فاهمه يعني ايه تعود؟ يعني لازم تتعود عليه، وعشان يتحقق ده لازم البنت بتاعتي نخرج سوا نسهر سوا لغايه ما يحصل التعود. طيب وبعد ما يحصل التعود؟ خلاص يبقى حصل احلى حاجه عندنا. وفي موضوع كنا اتكلمنا فيه قبل كده، الجواز عمره ما كان في خطتي. وانا ما طلبتش منك ده، وحتى لو ارجوكي من غير عصبيه. عندك مهر؟ عندك شقه؟ عندك شقه؟ لا انا حاليا ما عنديش، لكن هيبقى عندي. ماجد دي مش طلباتي انا، لكن دي اقل طلبات ممكن تطلبها ام علشان بنتها. دي ماما وانا عارفاها كويس. لا ده انا بشتغل في المحل ده وانا عندي 19 سنه، يوميتي وصلت دلوقتي 5 جنيه، يعني باخد 150 جنيه في الشهر. ودول يعملوا ايه بس؟ ما انت هتشتغلي طبعا، مش عشان تصرف عليا لا، لكن لغايه ما نقدر نكون نفسنا. انا عندي استعداد اقابل ماما دلوقتي. ماجد احكي بنحكي.
سيبني اكلم ماما من الاول. اهلا. ايه المفاجاه دي بقى؟ مفاجاه حلوه. احلى مفاجاه في الدنيا. يا روح قلبي. لكن ما كلمتنيش ليه قبل ما تيجي؟ اصل يا بابا حسيت اني مخنوقه، قلت انزل اتمشى شويه، فضلت امشي بالعربيه، وبعدين لقيت نفسي هنا. طبعا مخنوقه، مفيش حد يقعد من غير اصحاب، من غير نادي، من غير ما اعمل برنامج لحياته اقدر اعرف اصحابك بتوع الجامعه راحوا فين. اصحابي بتوع الجامعه مين؟ عبله اتجوزت وسافرت، همت مشغوله مع خطيبها، سوزان بتشتغل ومش فاضيه طول النهار. مش هما دول اصحابي يا بابا؟ ده اللي انا بقوله يا بنتي، يعني عملوا خطه لمستقبلهم. انت عايز خطتي تبقى ايه؟ لما بنتي تبقى الاولى على دفعتها بكالوريوس هندسه بامتياز، اظن خطتها تبقى واضحه. اشتغل مع مين وفين؟ مع مين وفين دي بتاعت بابا يا حبيبتي. اظن انا عرضت عليكي افتح لك مكتب لوحدك باسمك، ما رضيتيش. ما اقدرش يا بابا، دي مسؤولية فظيعة. أي إنسان من غير خطة يبتدي بيها حياته لازم يبقى إنسان تعيس. ان مراد بيه هيشرف. ظرف المعاش وظرف تاني وصلته لها من يوم الحادثه، وانا مش مخليها عايزه حاجه زي ما حضرتك امرت. انا حاسس بعقدة الذنب ناحيتها، حاسس زي ما اكون انا السبب في موته. ما تقولش كده يا مراد بيه، ده عمره. أنا جاي هنا غصب عني، بتعب لما بفتكره. ده واجب يا مراد بيه، واجب. حضرتك مشيت في الجنازة وبعت اللي فيه النصيب وكل حاجة، لكن مرة 14 دلوقتي وكان لازم نعمل الزيارة دي. طيب خلاص رام ده هانم مراد بيه عز العرب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضلوا. اخرت عليك، انا اسف. لا ده يا فندم العفو، الحقيقه الزياره دي كان لازم تتم من زمان، لكن حضرتك طبعا عارفه الظروف. انا مقدره وعارفه. المرحوم جمال كان دايما يحكي لي قد ايه انت مشغول، هو كمان كانت الشركه واخده كل وقته، ما كنتش بشوف. فعلا كان دراعي اليمين الله يرحمه. الحقيقه كان بيحب شغله جدا، الواحد يقول الحق. مراد بسيجاره.
لا شكرا، ما بدخنش السيجار. حقيقة ولا جمال كان بيدخن السيجار، بس دايما عندي في البيت عشان الضيوف، ولو ان بعد موت المرحوم زي ما يكون الناس نسيتني. هند هانم، تحت امرك في اي خدمة او اي طلب تطلبيه. انا متشكرة قوي، ما تصورش انا سعيدة قد ايه بزيارتك دي. حلوة يعني صغيرة يعني دلوقتي دمها خفيف، فيها حاجة تلفت النظر يعني 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 بالك ساعة بيكلمنا عن واحدة كل مؤهلاتها انها يعني. صدقني انا نفسي مش عارف اتكلم عنها بالطريقه دي، ليه؟ زي ما كنت شفتها من سنين، اعرفها من سنين، مع اني العمر شفتها ولا عرفتها. طب افهم، انا بقى اللي عايز افهم، انت مش بتقول انك بتاع دراما؟ فهمني. افهمك ايه بقى؟ ممكن ممكن الاحساس السم يوصل لي ايه؟ للعباسية؟ شيء ما اتحرك جوايا اول ما شفتها، قوة ما جذبتني ليها. يعني ايه؟ احساس احساس غريب بالمسؤولية، زي ما اكون انا ابوها وهي بنت صغيرة، انا اخوها الكبير وهي انت ابوها؟ لازم بقى صغنونة في عمر الزهور. لا استنتاجك للأسف المرة دي مش مظبوط، تغطر عليها تجسيد للأمومة المحرومة. وانت بقى أمها التانية؟ تفكرني بالمرحومة. المرحومة؟ تبقى من الصغنونة بقى؟ يظهر اني تعودت رغم ارادتي ومن زمان ما اخد دايما دايما دايما. العطاء كان دايما موجود ومتوفر لدرجة انه تحول بالنسبة لي لعبء. النهاردة اشوفها، اشوف حرمان في نظرات عينيها، نبرات صوتها، طريقة مشيتها، حاسس اني بسمع جواها صراخ صراخ بيصرخ بالحرمان، زي ما كنت زمان زمان بصرخ بكثرة الحنان. يا عيني على الشعر، خلاص بقى نبطل احنا كتابة روايات وتفضل الف انت، واقعد انا جنب الرصيف عشان عليك يا رب. مراد بصراحة انا مش فاهم حاجة. ولا انا حاجة واحدة بس اللي فاهمها، انا ما اقدرش اشوف انسانة وحيدة واقفة في العالم وتطلب الحماية وما اقدرش اقف جنبها. احساس بشع 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 في عالم كله وحوش. لا معلش، النوع ده صدقني ما يتخافش عليه، بكرة هي هتنسى الوحدة وهتعزمك على فرح جوازها التاني وهتشوف. انا ارجوك بلاش هزار وحاول تساعدني. اساعدك ازاي بس؟ يعني قول لي ايه الخدمة اللي ممكن اعملها لها؟ يا سيدي على الحنية، انا وهلا تسمعك دلوقتي وانت عمال توزع حنان بالشكل ده. هلا. بالمناسبة ما قلتليش رأي هلا فيا ايه من ورايا؟ مصدومة فيك. تعرف تعرف هالة دي بتفكرني بإيه؟ بتفكرني بنفسي زمان، أيام الدنيا كلها كانت مسدودة قدامي، كنت بحاول أفهم العالم اللي حواليا، كان زي اللغز، اللغز ومفتاحه مش معايا، كنت بحاول أتفهم مع الناس، أعرف طريقتهم، كنت دايما بفشل، لكن النهارده قدرت أحقق نوع من التوازن جوايا، من طريقة تفكيري وطريقة تكوينهم.
مادموزيل من فضلك انا طالبه اسكندريه. ايوه هو ده الرقم. من فضلك استعجليها شويه. متشكره. انسان غير ابويا اتجوزتك قدرت تمتلكني وافقت غصب عني لانك الوحيد اللي كنت قدام ملكي مشروع من طرف واحد سبتني الواحد في وسط المشوار من غير حد ياخد بايدي اكمل مع حياتي حتى أمي تخلت عنها ألو أيوة هو ده الرقم ألو أيوة يا ماما ماما ما جيتيش ليه يا ماما أنا هتجنن من الوحدة اللي أنا فيها دي لا ما أقدرش لسه ما أقدرش أسوق يا ماما تعالي انتي ايه اللي مقعدك بس في اسكندرية؟ بوتيك ايه؟ انا اهم من اي حاجة للأسف ماما من فضلك تعال انا هتجنن ارجوك يا ماما تعالي انا محتاجة لك مع السلامة ازاي؟ حسيتي بيه بالظبط؟ حسيت انها بتتخلى عني مش هي وبس الدنيا كلها حسيت برغبة فظيعة في منتهى منها بالدنيا كلها حسيت قد ايه الدنيا بشعة قد ايه ممكن تغدر من غير اي انذار معلش احنا هنحلها حاجة حاجة بس ايه دي بلاش تحطي كل المشاكل قدامك مش هتعرف تحليها احنا دلوقتي نشوف درجة البشاعة كانت قد ايه ودرجة الغدر وصلت لغاية فين دكتور هاشم عايز ايه افشع من ام بتتخلى عن بنتها في ظروف زي ظروفي دي رندا حاولي تفهميني لازم نوجد البديل مفيش بديل ابدا لحب الام لحنان لرعايتها لتضحيتها انا مش عايزك تبقي اسرع حاولي تلاقي لها عذر من هنا ورايح مش هلاقي عذر لاي انسان يبقى احنا لسه في مرحله الغليان انت زي ما تكوني بتدوري على السبب عشان تزودي بتعاستك ممكن مش حل وانت شايف الحل ايه يا دكتور الحل انك تعيش حياتك تحسي ان في حاجات كتير قوي حلوه في الدنيا احزاننا لازم نتمرد عليها نقول لها ستوب ندور على معنى جديد لحياتنا عالم جديد حتى لو كتبنا على نفسنا شويه في الاول بعد كده هنتعود وتبقى حقيقي مش عارفه ان غيرك كان ممكن عندي ايه
فبناء عليه فقد تم اتخاذ القرار التالي. استاذ مراد، هو لازم اللهجه دي يعني بناء عليه والحاجات دي؟ احنا في الكليه اولا يتم خصم. انت قلت ايه؟ قلت ما قلتش حاجه. هلا انت على طول كده دايما معترضه؟ ما هو اذا ما كانش الراي اي اهميه ممكن تسجل اللي انت عاوزه على كاسيت وانا ابقى انقله، وابقى في الحاله دي مجرد اله كاتبه. هلا انا فاهمك كويس، عارف علاقتك بمنير، عارف قد ايه بتعزيها ويهمك جدا اني ما توقعش عليها اي عقوبه، لكن لا، منيره غلطت ولازم يتخصم منها 10 ايام ومن غير معلش ومن غير عشان خاطري، من غير ما تضغطي عليا. منيره ما غلطتش. لا، منيره غلطت. لما تضيع على الشركه عميل مهم وقديم زي عمر مصطفى تبقى غلطت. لما ترفع صوتها قدام مراد عز العرب تبقى غلطت. لما تتغيب النهارده عن الشغل يبقى ده اعتراض، اعتراض سلبي، وده شيء انا لا يمكن ابدا اوافق عليه. في الحاله دي بقى انا مضطر اقول لحضرتك ان عمر مصطفى ده كان بيعاكسها. بيعاكسها؟ ايوه، كان بيحاول يقابلها بره. شوف اما اقول لك، مفيش اي راجل في الدنيا ممكن يحصل من اي ست الا على اللي هي عايزه تديهوله. صاحبتك منيره دي دلوعه شويتين، سلوكها بيشجع اي راجل انه يعزمها. انا متاسف، متاسف جدا، دي غلطتها. ارجوك افهمني يا استاذ مراد، منيره شكلها كده، تركيبتها كده، يمكن هي ملفته للنظر شويه، بس من زي ما حضرتك بتقول. هلا انت تعبتيني، تعبتيني. نفسي مره واحده تنفذي كلامي من غير اي اعتراضات، من غير اي احتجاجات، ممكن؟ طب انا هقول لحضرتك حاجه، انا هتصل بعمر مصطفى ده واحاول اصلح اللي حصل، بس بلاش حكايه الخصم دي. يعني انت رايك بلاش خصم 10 ايام؟ طيب نخليهم خصم 30 يوم. واوعي تتصلي بعمر مصطفى ده او تروحي له، مفهوم؟ معقول الكلام ده؟ هيه، عملت ايه؟ سابع ولا ضابع؟ مخه زي الحجر، مصمم يعمل لها خصم. فحاول معاه مره تانية. المهم تروحي لها النهارده البيت وتخليها ترجع الشغل، مش عاوزين مشاكل. يا اختي عليك يا حاله، واروح لها بقالي الاوتوبيس ده يروح قلبي. شوفي، انت تاخدي عربيتك الشيك وتروحي لها انت. النهارده؟ مش عارفه عندي ايه النهارده. مش ممكن. ليه بس؟ ما تنسيش النهارده حفلة شركة الخزف الجديدة، لازم تبقي هناك الساعة 7 بالظبط. سامعاني يا هالة؟ سامعاك يا أستاذ مراد. شفتي؟ الناس ليها بخت. يا عيني عليا. أنا مش فاهمة أنت فرضتي العقد ده إزاي؟ ومش فاهمة إيه أهمية مروحك حفلة الشاي دي إيه؟ ما يروح مراد بيه ده لوحده. يا مامي انتي من الدور وانتي عماله تتكلمي في الموضوع ده. انتي مش عاوزاني اروح ازاي؟ ده شغلي. شغلي على الشاي؟ انا افهم في مكتب، في قاعه اجتماعات، لكن في اوتيل وعلى الشاي مش عارفه، يمكن انا بقيت مش بفهم. العفو يا مامي، بس دي دعوه من شركه جديده، ولو قدرنا ناخد اعلاناتها عندنا يبقى كويس قوي. وهي دي شغلتك؟ كل حاجة في الشركة دي شغلتي. انت حرة، انا غلبت معاك انت واخواتك. بإذن الله يا فندم، ان شاء الله. مع الف سلامة. يعني الضحك والفرفشة في التليفون بس، ها؟ عملية يا ماما، ادعي لي تتم. عملية ايه؟ للمكتب؟ قرية سياحية على الطراز الإسلامي وفي المقطم. لو مشيت زي ما أنا عايز هعوضك عن كل مصاريف المكتب. إن شاء الله. وأنا يهمني إيه غير كده؟
لكن مين اللي جابها لك دي؟ جات لوحدها كده من عند ربنا، وانا قاعد في النادي جه واحد صاحبه ووالده وابتدينا نتكلم. وما جبتش غاده معاك ليه؟ غاده؟ يا فين غاده؟ في النادي من الصبح. غريبه، مش شفتهاش. وما قالتش جايه امتى؟ لا ما قالتش. اخواتك ما عادوش بيقولوا حاجه. ماما انت مش ملاحظه انها على طول بره؟ يا في النادي عند صاحبتها؟ انا الطريقه دي مش عاجباني. ما تكلمها انت. للاسف انا لما بتكلم حضرتك بتزعلي، وبابا الله يرحمه برضه كان بيزعل. فضل طول عمري يقول ما حدش يحاول يزعل بنت من البنات، مش كده؟ يا انت لسه فاكر يا معتز؟ مختار كان كده، ما كانش بيقدر يشوف حد منهم زعلان. الا انا. انت كنت شايل وكان بيخاف عليك. لا ماما مش حقيقي، بابا طول عمره كان بيفرق بيني وبينهم في المعامله، عمري ما خدت سلطه واحده عليهم، كان رايي ان مفيش فرق بين الولد والبنت. الله يرحمه كان طول عمره عاطفي، كان بيموت في البنات، لكن انا ليا كان معتز. عندك معتز واحد وانت في عينيا من جوه. شاكر قوي على اهتمامك، يعني هعمل عليا وربنا يستر. متشاكر كمان مرة. طيب يا سيدي مع السلامة. مين ده يا بابا اللي كنت بتقوله متشاكر كمان مرة؟ من غير زعل ولا نرفزة؟ من غير زعل ولا نرفزة؟ لا يا ستي، المهندس معتز اللي والده كان صاحبك، وهو قد ايه ظريف. يا بنتي روحي شوفي مكتبه، شوفي طريقة شغله، وبعدين قرري تاني يا بابا. ما هو بصراحة بقى قعدتك دي ملهاش معنى، هتتضايقي هتزهقي هتتعبي. انت فاكرة الدكتور بتاع سويسرا قال ايه؟ فاكرة يا بابا، لكن اللي هو قاله حاجة واللي انا حاسه بيه حاجه تانية. يا بنتي في حاجه اسمها المواجهه، لو كل واحد في الدنيا عنده مشكله يئس من حالته مفيش حد هيشتغل. انت كده بتقتليني، انا بتجيلي حالات في العياده اسوأ من حالتك مليون مره، وكلهم بيمشوا طبيعي وبينجحوا كمان. عندهم كده زي اللي عندي، لما بيمشوا او يتحركوا الناس كلها تقعد تتفرج عليهم. يا بابا كفايه بقى، كفاية بقى أرجوك. يا بنتي ما تشيليش حاجة تقيلة، مش وجود عبد استفراجي كان أحسن دلوقتي. عبد استفراجي، عبد استفراجي كل شوية يقول لي عبد استفراجي، عبد استفراجي. كان بيعمل إيه عبد استفراجي ده؟ زي ما يكون ناقصه حاجة، ما انا بعمل كل حاجة من غير عبد السفراج. القمر مين؟ سابني كده ليه؟ بابا انت ليه مصر كل شوية تقولي عبد السفراج عبد السفراج؟ ولا حاجة يا بنتي، انا بس مش عايزك تتعبي. بابا دي اخر مرة نتكلم فيها عن الموضوع ده، لازم تعرف ان نظرات عبده ده كانت بتجنني. كان بعد كل كلمة يقولها لي كان لازم يقول لي ربنا يشفيك يا بنتي. كان غبي غبي، كان دايما يفكرني بحالتي. فهمت يا بابا انا ليه كنت دايما اقول لك لازم يمشي؟ فهمت بابا، انا خلاص عملت لنفسي عالم بعيد، عالم بعيد عن الدنيا دي كلها، عالم ابقى فيه لوحدي، وحدي معاك انا وانت بس.